هل يمكن أن يكون أحد بعد الصحابة أفضل من بعض الصحابة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما الصبر للمتمسك فيهن أجر 50 منكم؟ أي نعم، من هذه الناحية، لكن عند الصحابة أكثر من هذا من الأعمال. أنت عندك ناحية واحدة أنك صبرت، ولكن الصحابة عندهم أكثر من الصبر، أعمالهم أكثر من عمل، والفضيلة الواحدة لا تقتضي على الفضائل العامة. نعم.